كل عفوية بكل ما عسنا أن نقول أمام هذه المبادرات، هذه اللي تمس هذه الأمور، هذه خاصة مرضى السرطان. ربما فينا بزاف اللي عفوا هذه الحالات، لأن هذا شيء عظيم وش راح تقدموا شركة موبيليس. أولا نشكر السيد رئيس المدير العام تاع موبيليس على هذه المبادرة الطيبة، كذلك نشكر سي عدا بونجار رئيس اللجنة الوطنية اللي راح سعى ويسعى دائما باش يكون هذا باش يكون التكفل الجيد بهذا المرض. كذلك ضروري ما ننساش نشكر جميع الأطقم الطبية المسؤولين على قطاع الصحة، كذلك الأطباء شبه الأطباء إلى أصغر درجة اللي يقدموا خدمة للتكفل بهذا المرضى، خاصة أن هذه ستون مرضي طيلود ونعرفوا الراديوري في الأخوة نتاعها. دونك الصبر الصبر هذا هو، لأن في المواقف كما هذو إنسان حقيقة صح تخونوا العبارات، لأننا شفنا رانا عايشين وعندنا حالات نعرفوا مدى الإنسان تأثر أمام هذه الحالات هذه وأمام هذا النوع. لذلك ما قامت به موبيليس مشكورة جدا جدا، لأن هذا أكبر استثمار مع المواطن الجزائري، استثمار مع البلد نتاعو، ولكن استثمار مع ربي سبحانه، لأنه بفضل هذه التوسعة، بفضل هذه الإمكانيات، بفضل هذا الآخر راح تنقذوا أرواح، يعني ويكون شفاء إن شاء الله. نتمنى الشفاء لكل الناس. لكل حال ما ننساش بدوري أننا نشكر كامل الحاضرين هنا، لأنني هذا الملف كما هذا والأمور اللي متعلقة بهذا الأمر يعني سانتوش بيرسونيلمون. دونك نتمنى لكم إن شاء الله تكونوا إن شاء الله في سامحوني معذرة.